أشهر سطوح في مصر في عزبة النخل. عزبة النخل فيها هناك أشهر بتاع ده، أشهر سطوح. طيب إزاي؟ في عادة كده حاصلة بقالها 7 سنين، 2 أشقاء إخوات بيزينوا السطوح، طبعا بتعبير اليومين دول، بيزينوا الروف. روف إيه؟ اسمه السطوح، السطح، السطح، سميها زي ما تسميها، اتكلم مصري، بلاش لسانك يلوح على جنب كده. المهم بيزينوا السطح او السطوح بتاع البيت بالزينه الرمضانيه، والاب بيطلع يساعدهم ربنا يديله الصحه، ويعمل لهم بقى ايه؟ شغل كده بالخشب ظريف ولطيف وجميل. الاخ الصغير بديع في رسمه على الجدران، بيرسم على الحيطان، وخلق روح من البهجه رائع بواسطة الألوان الحلوة. طيب الكبير بقى بيعمل إيه؟ بيعمل مسألة بقى تنظيف السطح والتجديد، ويبدأوا يستقبلوا الأصدقاء، فيصبح هذا السطوح هو أشهر سطوح موجود في عزبة النخل. ده بجد. حبه بقى للتصوير ده الكبير خلاه إنه بعد ما السطوح يتظبط يروح مصوره ويحطه بقى على الصفحات، فيبقى بشكل جذاب وشكل مشجع وحاجة تخلي الناس تقرر انها تنافسهم ويحاولوا يعملوا هم كمان الاسطح بتاعت منازلهم زي ده ويمكن اجمل. بقالهم 7 سنين، مين بقى اللي هيقدر يخش معاهم في المنافسه؟ ده اللي احنا هنشوفه خلال الايام القادمه. انا عايزكم تتفرجوا، سيبكم من كلام المذيع على الاطلاق، تعالوا نتفرج ونرجع نكمل الكلام. اسمي محمد أيمن إبراهيم الشناوي، اسم الشهرة بتاعي جودو على اسم السطح، السطح اسمه سطح جودو، في منطقة شعبية بسيطة عزبة النخل في القاهرة. الفكرة بدأت معانا من 2015، بدأنا ليه ما نعملش ننظف سطح بتاعنا بدل ما هو مكان للكراكيب، مكان للبهدلة، نبدأ ننظمه ونبدأ ننظفه. حتى بدأ الموضوع بسيط خالص بشوية نظافة، شلنا الكراكيب، شلنا الخشب، أخدنا الحاجات اللي موجودة عندنا القديمة، قعدنا تدويرها من جديد. كان كل سنة بنبدأ نغير في الشكل. 2016-2017 بدأنا نزود شوية حاجات. إحنا السطح إحنا عملنا فيه ديزاين المرة دي مختلف خالص، إحنا قررنا نعتمد فيه على الألوان المبهجة الأول. يعني إحنا بنقعد بنخطط الأول، أنا بفكر في دماغي بعض أشوف إيه اللي ممكن يليق السنة دي ويبقى مختلف عن السنة اللي فاتت. اسمي أحمد أسامة محمد، صاحب محمد الشناوي من حوالي 6 أو 7 سنين. الفكرة كنا قاعدين عادي، جت مع بعضينا كده، كنا قاعدين بنتسحر فحبينا ان احنا نروق السطح ونظبط السطح. جت افكار، واحد عايز يرسم، رسام عايز يرسم على الحيطة يعمل شكل كويس للحيطة، واحد تاني وصل فرع نور كان عايز يرسم برضو يعلق فرع نور في السطح. وابتدت بقى من هنا، ابتدينا نبلط للسطح وبعد كده نجيب زرع ونعلق نور ونرسم، وابتدت الأسطح اللي حوالينا ابتدت تقلدنا برضو، ابتدت المنطقة كلها تعمل زينا يعني. اعتمدنا على الألوان المختلفة الكتير، أحمر، أصفر، أزرق، الألوان المبهجة اللي بتدي بهجة لرمضان. بدأنا نلون الأول الحيطان، وبعدين بدأنا نرسمها بشكل المانديلا، قريبة من الشكل الرسم الإسلامي شوية. بعدين بدأنا بقى نعمل ديكورات بالأعمال الخشبية، يعني بدأنا نعمل برجولة. إحنا الخشب ده على فكرة عندنا موجود قديم، إحنا قعدنا تدويره، بس السنة اللي فاتت كنا مستخدمينه في برجولة وكنا مستخدمينه في شكل مختلف، لا السنة دي إحنا خدناه وعملنا بيه شكل مختلف خالص. أنا بنصح الناس يعني السطح موجود عند كل الناس اللي موجودة، يعني السطح موجود في أي بيت، بس مش مستغل استغلال صحيح. هو موجود فيه كراكيب، موجود فيه حاجات قديمه ملهاش لازمه، انت ليه ما تنضفش، ليه بس ما تطلع بس تنضف السطح بحاجات بسيطه جدا، انت بس تنضفه وتعمل له قاعده بسيطه جدا، هتلاقي نفسك قاعد في مكان كويس جدا، هادي جدا، براحتك تطلع براحتك وتنزل براحتك. الموضوع ده لو انتشر على مستوى مصر عموما او على القاهره او في المنطقه بتاعتي هيبقى مختلف جدا يعني.